الطرح ما بيتناقض مع اي مفاوضات مستقبليه مع صندوق النقد الدولي؟ ليك لانه هلا صندوق كيف النقد بحسب ما بنفهم يعني انه هو يتجه الى موضوع تحرير سعر الصرف، مش هيك؟ صح، صحيح صحيح. ليك صندوق، اول شيء خلينا نبلش جزئين من السؤال. الجزء الاول هل يتعارض مع صندوق النقد، والجزء الثاني تحرير سعر الصرف. بموضوع هل يتعارض، صندوق النقد دعم انشاء مجلس نقد كارنسي وورد ببلغاريا وبليتوانيا، ما هيك؟ وبالتالي ما كانوا حتى بالبوسنه والهرسك كانت جزء من معاهده دوليه، وكان صندوق النقد بهيدي المعاهده جزء من المعاهده اللي جابت السلام على البلد. وبالتالي صندوق النقد الدولي هو مش من تلقاء نفسه بيجي وبيقول لك حط كارنسي. اوكي، صندوق النقد الدولي هو مهمه يتعمل اصلاحات لسياستك النقديه اللي اليوم مش ماشي حالها. اوكي، هو اجمالا بيطرح التعويم الموجه، بس اذا بتيجي الحكومه بتقول له تعال انا طالع، او مجلس النواب وضع غياب حكومي، بتقول له انا بدي اعمل كارنسي بورد بدل تعويم موجه، خبرتنا بتقول، التجربه بتقول انه اجمالا ما بيعارض، لانه هيدا اصلاح وهيدا اصلاح. اذا الحكومه بتفضل كارنسي بورد على تعويم موجه، بتصور صندوق النقد باخر النهار بيدرسها اليوم بعد ما درسها. وبالتالي اليوم كل الحكي انه صندوق النقد الدولي مع او ضد الكارنسي بورد، هذا حكي ما هذا حكي تعرف حكي عالم. جديا صندوق النقد الدولي ما راح يدرس كارنسي بورد بوضع لبنان الا ما لبنان هو يطرح عليه، يقول له تعال انا حابب اعمل كارنسي بورد، شو رايك بهذا؟ وهذا الشيء بعد ما صار. اما بموضوع التعويم الموجه اللي عم تحكي حضرتك عنه، التعويم الموجه نحن اليوم عايشينه، نحن اليوم على السوق السوداء، دولار معوم هيك، مصرف المركزي عم يتدخل عن طريق ضخ الدولار عن طريق سياسه الدعم، يعني التجار اللي بدهم دولار ليستوردوا السلع المدعومه بيعطيهم دولار اوقات، اوقات ما بيعطيهم دولار بيأجل لهم، ما هيك؟ يعني اليوم عندنا نحن عايشين التعويم الموجه، طيب شو كانت نتيجته اليوم؟ الدولار صار ب 9000 وعم نخسر احتياطنا، وبالتالي التعويم الموجه ببلد مثل شو بعرفني اليابان، مثل السويد، مثل النرويج بيمشي، ايه لانه يمكن عندهم مؤسسات قويه، بس ببلد مثل لبنان التعويم الموجه لانه ما في ثقه، لانه اذا انت عم تقول للناس الليره معومه، الناس رح يفهموا انه الليره رح تدهور اكثر، وبالتالي رح تقل ثقتهم بالليره، ورح يصير في عندك هروب من الليره، كل واحد توصل ليره على جنب بجرب يبيعها ويحولها على دولار، بقول لك يا خيي هيدي الليره معومه، وبالتالي بدل ما تعوم رح تغرق الليره. التعويم الموجه بوضع لبنان غياب ثقه من ناحيه، من ناحيه ثانيه ما عندك مصرف مركزي قدير يكون عنده استقلاليه عن الحكومه، يعني اذا اجت الحكومه وقالت اطبع لي ليره بدي مول شيء معين بغض النظر شو هي النفقات، منو قدير يقول لا روحي العبي بعيد، بغير بلدان بيقول لا روحي العبي بعيد انا ما بدي مول، بلبنان ما بيقدر يقول هيك، وبالتالي بظل هيدا النظام اللي هو نظام اذا بدك ما في استقلاليه للمصرف المركزي، ما في يكون عندك تعويم موجه لانه ما حدا عنده ثقه انه الليره رح تعوم، كل الناس رح تتوقع انه الليره رح تغرق، وبالتالي التعويم الموجه نتيجته شغلتين، خساره احتياطك بس يتدخل المصرف المركزي ليهدي اللعبه شوي، وتدهور او ارتفاع متواصل بسعر الدولار، وبالتالي نظرا لوضع لبنان المشربه والتعقيدات السياسيه ما بتقدر تفوت بنظام موجه، لانه نظام التعويم بده ثقه بالمصرف المركزي وبده ثقه بالحكومه. طب ما انت ما عندك اثنين اليوم للاسف الشديد، لو كان عندنا اياهم كان على راسي. مشان هيك اللي بدك تعمله انه بدك تفصل السياسه النقديه عن كل شيء له علاقه بالسياسه وكل شيء له علاقه بالخطاب السياسي تبع البلد. الطريقه الوحيده اللي بتعملها بتعمل كارنسي بورد، كارنسي بورد بثبت لك سعر الصرف على مستوى واطي، وبالتالي قد ما يصير في عندك خطابات سياسيه بالبلد بتعرف انه ما بيمكن 5000 او 6000 ليره في دولار، هيدا الشيء برد الثقه للعالم، بيعرف انه خيي انا اذا معي 5000 ليره بقدر اركب جيبتي يومين ثلاثه شهر شهرين مش مشكل، لانه ساعتها بدي بقدر احولها على الدولار على 5000 مش رح تتداول، هيدا الشيء برد لك الثقه للبلد. هل بيحل لك كل المشاكل؟ لا، شو في مسحة الرسول يعني؟ ما راح يحل لك كل المشاكل، بس بيحل جزء كبير من المشاكل اللي هو المشكلة المعيشية، مشكلة إنه أنا اليوم الشعب اللبناني ما هو قادر يشتري شيء لأنه غلا أكله، بيحل مشكلة الغلا، بيحل مشكلة الفقر، بيحل مشكلة الدولار، ما بيحل المشاكل الثانية، المشاكل الثانية بدها حلولها، بدك كابيتال كنترول على الدولار مثل ما أنت قلت، بدك مكافحة فساد، بدك إصلاحات بقطاعات معينة، هيدي كلها لازم تنعمل، ما بيلغيها الكابيتال كنترول، بس بيجيب لك استقرار معين بيسهل تعمل بقية الإصلاحات. يعني انت اليوم اذا بدك تعمل اصلاحات بالقطاع العام او بالموظفين، طب ما انت على اي اساس؟ اذا بدك تعطي زوده للموظفين او اذا بدك تزيد تسعيره الكهرباء شوي لتوازي طلعه الدولار،
طب تحسبها على اي تسعيره؟ على 5000 ولا 6000 ولا على 10000 ولا على 20000؟ ما لنا قادرين نعمل ولا اصلاح بلبنان قبل ما نجيب استقرار لسعر الصرف، والنظام المعوم ما في يجيب لنا استقرار لسعر الصرف، لانه الليره مش رح تحوم، الليره رح تغرق. الشيء الوحيد اللي بيقدر يجيب لنا استقرار لسعر الصرف هو نظام صارم مثل الكارنسي بورد بسبب ضعف المؤسسات اللي عندنا.